ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رحاب، وفيديو النهارده هنعمل مع بعض غداء حلو جدا من الاكلات بقى بتاعت اخر الشهر الحلوه الجميله دي. هنعمل مع بعض احلى مسقعه في الدنيا بجد بقى، المسقعه دي العشق كله، وانا بعملها حلوه قوي قوي. جربوا طريقتي فيها وان شاء الله باذن الله هتلاقوها متميزه تعجبكم قوي قوي. انا كل اللي انا عملته من وراكم بقى بصراحه، حمرت البتنجان والخضار اللي قدامكم ده، قلت بس عشان اكسب وقت وما تسمعوش بقى الصوت بتاع الزيت والطرطشه بتاعه الزيت والكلام ده كله. انا عملت ايه؟ جبت البتنجان قشرته بس ما شلتش القشر كله، طبعا اتغسل كويس جدا. وكمان انا من الناس اللي بتحب تحط بطاطس مع المسقعه، فقشرت البتنجان وقطعته مكعبات. بحب اقطع كل الخضار بتاع المسقعه مكعبات علشان يبقى سهل معايا في الاكل وما يبقاش كبير بقى واقعد اقطع منه بالعيش وكده، انجز يعني على طول. فقطعت مكعبات فلفل وبتنجان وبطاطس وشطة زي ما انتوا شايفين كده، الكمية زي ما انتوا عايزين. يعني انا من الناس اللي بتحب البتنجان اكتر حاجة في المسقعة، فدايما تلاقوا معايا في المسقعة البتنجان كميته اكتر حاجة. فانا عاملة 3 بتنجانات كبار، بتنجان رومي قطعته مكعبات وقليته في زيت بالشكل ده وطلعته يصفي الزيت الزيادة. كمان البطاطس قطعتها مكعبات وكمان حمرتها نص تحميرة زي ما انتم شايفين كده. كمان هنا هتلاقوا الفلفل الرومي والشطة برضو نفس الحكاية مكعبات، ما عدا قرون الشطة سايباها بحالها وكمان اتحمرت معاه. اول حاجة حمرتها البطاطس عشان خاطر الزيت ما يغمقش معايا ويغير من طعم ولون البطاطس. تمام كده حبايبي. هنا بقى ده نص كيلو من الطماطم غسلته وضربته في الخلاط وصفيته. لازم اصفي الطماطم، بشوف ناس كتير مش بتحب تصفي الطماطم، بس القش والبذر اللي بيطلع من التصفيه ده بيبقى وحش جدا وبيبقى فيه يعني مشكله في الهضم وكده، فصفوا الطماطم احسن وافضل. معايا هنا معلقه صغيره من السكر، وايوه سكر ما تستغربوش بيفرق قوي في المسقعه. هنا كمان معايا ملح ومعايا فلفل اسود بسيط حوالي كده ربع معلقه صغيره ونص معلقه كمون. الكمون مع المسقعه واو حكايه. معلقه كبيره من الخل، الخل الابيض العادي. هنا معايا بقى توم، توم زي ما انتم حابين. انا هعمله 4 فصوص كبار، هاخد نصهم احمرهم وهسيب النص ني اقول لكم برده هعمل بيه ايه. جيت هنا بقى على البوتاجاز وحطيت كده الحله وحطيت فيها معلقه زيت. انا حاطه معلقه زيت من الزيت اللي انا حمرت فيه البتنجان والبطاطس وكده. تمام، هحط بقى نص كميه الثوم زي ما قلت لكم، وابتدي ان انا اسيبها تاخد لون على خفيف بس. ما تحمرش قوي معايا علشان خاطر ما تغمقش وتدي مراره في المسقعه. بعد ما التومة اخدت لون كده ذهبي على خفيف قوي كده فاتح، هبتدي انزل بقى، بس النار تكون هادية. هنزل بمعلقة الخل، بسم الله. وعلى طول عصير الطماطم. هنزل بكل الكمية كده، وهحط كمان معلقة السكر والملح والفلفل والكمون، مش هحط اكتر من كده. هسيب الكلام ده كله كده مع بعضه يتسبك كويس قوي، وبعدين نرجع نكمل المسقعة التحفة دي مع بعض. خلاص كده حبايبي، الصوص بتاع المسقعة تسبك شوية كويسين يعني. دلوقتي بقى هنزل ببقية التومة النية اللي احنا كنا سايبينها. تمام، التكة دي برضو بتفرق قوي قوي في المسقعة، جربوها والله وهتدعولي عليها. وكمان هنزل بقى بالبتنجان والبطاطس وكل الخضار. معايا ده قرنين الشطه بس، هسيبهم عشان هقول لكم برده ليه. هنزل كل الفلفل كده،
بصوا بقى طبعا الحاجات دي مستويه مش هتاخد معايا وقت خالص، فانت عندكم حل من الاتنين، انا هحطها في طاجن وهدخلها الفرن، انا بحبها كده، فيادوب هتغلي غلوه واحده بس مع الطماطم وبعدين هحطها في الطاجن. طيب لو انت عايزه تسيبيها في الحله هتسيبيها يادوب 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي قوي على نار هاديه، وهتبصي تلاقيها استوت وبقت زي الفل، وكمان اخدت كده من الطماطم اخدوا من طعمه بعض وبقوا حلوين قوي. بس زي ما انا قلت لكم انا هحطها في الطاجن، هسيبها تغلي غلوه واحده بس وهحطها في الطاجن واقول لكم بقى ايه هعمل ايه. خلاص كده بعد المسقعه خدت غلوه واحده بس في صوص الطماطم، حطيتها كده في الطاجن بالشكل ده تمام، والربع ساعه بتاعتها الباقيه هحطها في الفرن تمام، وعلى الوش كده هحط قرون الشطه بالشكل ده تديها شكل حلو، هدخلها بقى الفرن واما تطلع ان شاء الله نشوف شكلها ايه. وادي حبايبي المسقعه بعد ما طلعت من الفرن سبتها حوالي ربع ساعه في الفرن كده تتشمع وتاخد ريحه الفرن كده، ريحتها تحفه قلب المطبخ. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا بشويه التكات البسيطه اللي احنا عملناها، هتفرق معاكم قوي في طعم المسقعه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش كده بلايك وشير وكمان سبسكرايب وتفعلوا الجرس، واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.